راهو النصر او النصار كما يقولوا في الشام، شاميه سوريه اعلاميه تغرمت بالفريق المغربي وقال في الفريق المغربي كلام اللي لما تسمعوا لحمك يشوك. عندي لكم مقطعين من الشيء اللي قالته هذه الاعلاميه السوريه، اسمع. عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملأ كل جنان ذكرى كل لسان، اليوم كلياتنا مغاربة وكلياتنا مع المنتخب المغربي العربي، إن شاء الله الفوز بيكون حليفنا معاكم. مات هنا نادم يقول فيها بركة، زيد نقر وش تقول؟ في مثل يقول لك إيش لم الشامي على المغربي؟ أنا اليوم رح أخبركم إيش لم الشامي على المغربي والعربي على العربي. فرحتنا اليوم بفوز منتخب المغرب والله فيها استبشار أكثر بكثير من مجرد كرة قدم. أنتوا حاسين بالفرحة؟ هاي فرحة امتدت بكل الوطن العربي من المحيط للخليج. هذا دليل أنه داخل الأمة العربية في الحب وفي التمنيات بالخير، وأنه نحن من الداخل كثير أنقياء وعنا وحدة عربية بقلوبنا بالتمنيات بالخير لبعضنا. إن شاء الله مستقبل الأمة العربية رح يكون أحلى وأحلى. صدقوني هذا الشيء اللي شفناه يعني فعلا مبشر للخير. عن جد شكرا للمنتخب المغربي، رفعتوا راسنا. شفتوا الناس وش يقولوا؟ قالك رفعتوا راسنا، كيفاش هادية في سوريا تقول المنتخب المغربي رفعتوا راسنا وأنا مغاربي بجنبي ما نقولش رفعتوا راسنا؟ هذه حقارة اللي يجي يقول لك كيفاش انتم تناصروا الفريق المغربي وكذا وراكم تسبوا الجزائر. لا، شكون سب الجزائر؟ شكون اللي سبوا في الجزائر واعداء الجزائر هما اللي راهم ساكتين او يدعموا في عصابة تعذب وتسجن وتقتل في الجزائريين وتسرق لهم في خيراتهم. يعني عاملين في الجزائر أكثر مما عملوا الاستعمار، أكثر مما عملوا الاستعمار في فرنسا، واليوم خير دليل أنهم قاعدين يصفقوا لفرنسا ويتمنوا فرنسا تربح، ولكن ربي إن شاء الله يخيبهم، ربي إن شاء الله يخيبهم. هذا واش نقولوا إحنا. و ما تقريب يبدأ، نتمناو الفوز الفريق المغربي، نزيدو ندعيو اللهم بجاه سيدنا محمد خير البشر انصر فريق المغرب في قطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.